بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في مرصد الأهلة في مدينة تمير على هبة الاستعداد لترائي هلال شهر شوال 1445، والأجواء اليوم تعتبر من العوامل المؤثرة على الترائي، حيث أن الأجواء غائمة نسبياً والأجواء ممطرة شبه ممطرة، ونبدأ الرصد إن شاء الله بإذن الله اليوم في تمام الساعة 6:14 بإذن الله. كونوا معنا.